الصباح الفل من جديد، انت معانا في صباحكم مطرحك على الراديو 90 اف ام، ومعاك احمد يونس. وموعدنا دايما من الحد للخميس من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. كان في حدوته كده عن نسرين طايرين في السماء، واحد فيهم كان بيطير اعلى من التاني، فالنسر الابطا كان غيران منه جدا لانه مش قادر يطير بسرعه زيه ولا قادر يطير اعلى منه، ففضل يفكر يعطل بيها النسر السريع ازاي. هل هخلع الريش اللي عليا واصوبه ناحيه زميلي علشان الريشه المدببه تعوره فيقع؟ ففضل يخلع، وفي الاخر ما صابتش زميله، وفي الاخر هو ما لقاش عنده ريش فوقع. دي الدنيا، اعداء النجاح مش بيطوروا من نفسهم، بيستهلكوا كل طاقتهم ان هم يحاولوا يخلوا الناس التانية تفشل باي طريقة. في الاخر الحقد والكمية الطاقة السلبية اللي هم معايشين نفسهم فيها بتدمرهم هم. الناجح بيفضل ناجح، والناقم والحاقد ما بيزيدش، لا بيزيد ولا بيقل في نجاحه او فشله، هو زي ما هو. يقولك صديقي ما تلتفتش لاعداء النجاح في حياتك، تجاهلهم تماما كأنهم مش موجودين، ركز في هدفك انت بس، وخليك فاكر ان كل ما اعدائك واعداء نجاحك يكتروا، كل ما انت تكون متأكد انك انجح بكتير جدا جدا.